اخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصلت هنا والله الا حصلت، عرفت اش منطلق عنشت الماء خارج لهنا يسار الشانطي، راه خارج من البحر. ها انت شحال درت، شوف شحال حوطت، جاي لقيت باقي الماء هنايا وباقي غادي هنا وباقي غادي هنا. سو كيف فيه هادشي مع غادي شي تسهله، وانا غادي نبقى تابعو. كيبان لي الدنيا كامله تكون عامره بالماء، كل شيء عامر بالماء الله، يعني الحل هو العوم. كنظن الدنيا كلها عامره بالماء، العوم ونهار من العوم. تكرفيس اليوم في الحقيقه والله، يعني داكشي اللي هربت منه طحت فيه والله العظيم. الحل هو العوم، ولكن العوم انا ما موجدش، عندي الحويجات غير في زقوليه، بزاف الحاجات تاع في زقول. ما يمكنلكش تدخل دابا هنايا في هذه البلايص حالات، اول ما عاد كيجي، ولكن كاين هذه البلاصه اللي دخلتي لها ما طلعش انت. هاك تبان لك بحال تراب بحال طين، ولكن راه غادي تكون كتسرق، تكون غارق. انا غنحاول ندخل نقلب، الا كانت ممكن تدوزني غندوز ان شاء الله. قاصحة مزيانة، يا رب يا رب يسترك. المهم نحاول ندوز ان شاء الله باش نفوت ليه. والو كاينة، باقي كاين الماء، كاينة بلايص لي فيهم الماء. شوف لا لقيت شي بلاصة منين نقز وصافي. الماء عاد كيخرج ديال البحر، ملي كيولي المد كيجي داكشي كيمشي حتى لهنايا. نحاول ندوز وصافي، نقص شوية، نقص كاينة منين نقص، كاينة منين نقص، نحاول نقص شوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الله، هي الأولى نقصها، الماء عاد كيعمر. نقدر نقص هادي، عندي التليفون د عمر في يدي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما عنديش حل إلا نقص هادي. ننقصها ضروري، تليفون عمر في يدي في جيبي، كيفاش ندير له؟ نخاف نطيح انا والتليفون ديال عمر. نحاول نقص صافي، بسم الله الرحمن الرحيم، الله نقص. المهم نحاول نسلس من هنايا قبل ما يعمر الماء هنا بزاف، اول ما جاي كيعمر. المهم حريره وصافي، بقيت حاصل هنا باش نخرج من هاد البلاصه. شوف شحال خاصني ديال الوقت، والله الا الصبر ديال زيرت لي رجلي، زدت واحد الفراشه بحال زيرت لي رجلي، خصني نحيدها لها، نحيد لها ان شاء الله ديك الفراشه باش نرتاح شويه. المهم انا دابا غادي شوف لا لقيت منين نقطع، دوز عند خي عمر رجع لعندو البلاية. ما لقيتش غنضطر نمشي حتى الشانطي فين دايزين الطوموبيلات، عاد غادي نولي نرجع لعند خي عمر. مكيناش الحل، شندير؟ المهم انا داير مجهود نحاول ندوز، لا لقيت منين ندوز وصافي. الدنيا كامله كتبان لي كتعمر بالماء، ونحاول ندوز من هنا. يا ريت نجبر غير الطريق اللي زدت لي سلام عمر، تكون الدنيا ناشفه. يا ربي تحفظنا يا ربي، خاصه ماشي مامنه، انا ممكن يعني تلقى الحنوشه تلقى اي حاجه. خصني نصلي الظهر بعدا، ما باقي ما صليتش الظهر، بلاصه نقيه هنايا، نحاول نصلي ونكمل ان شاء الله تعالى. يا ريت ما نجبرش الماء هنايا، ما عرفتش الدنيا كيفاش دايره هنايا، واش كاين الماء هنا ولا ما كايناش. انا غادي نشوف، يا ريت ما نلقاش الماء، نلقى البحر باقي ما وصلش الماء هنايا. الله الله،
انا خليته لي واحد بريش كيت. ايوا انا غادي في وسط هاد الادغال، تعرف شنو يخرج لك هنا؟ احنا شعب نحاول ندوز من هنايا الى لقيت القضيه ناشفه. كان الماء راه نولي عاوتاني نضطر نزيد حتى لحد القنطره حتى الشانطي. اصلا قربت مقاليش بزاف. المهم مغامره. اصلا انا هادشي علاش خارج موجد ها العصابيه ديالي مدوني مريق الامور ديالي للمغامره. يعني ماشي خارج، انا عارف راسي خارج المغامره ماشي خارج اللعب. غير هنايا نتوما عارفين دابا هنا تقدر تجبر شي حنش كبير دوك اللي كيعيشوا في الماء. انا عارف سبحان الله يصيدني هنايا انا كوندا ولا الاصاله ولا ما كايناش عندنا هنا. المهم اخوانا كنهضروا صافي، ما نظنش داكشي كاين عندنا هنايا. ولو ان المكان يعني المكان سبحان الله كيشبه المكان المستنقعات فين كتعيش الاناكوندا. تبارك الله عليكم، السلام عليكم. نزيد معكم شويه تشوفوا هذا المنظر هذا كيفاش داير. والله الا غادي مغامره كنصطم وصافي، ما عارف فين كنصطم. حق غادي مزيان، غادي مزيان ان شاء الله. غادي نفوت ونمشي لعند خي عمر ان شاء الله، راه قريب ماشي بعيد. نحاول نمشي لعندو ونجري شويه. يا الله يا ارحم الراحمين. شوفوا على مغامرة اصلا احنا غادي المغامرات، احنا اصلا احنا فريق ديال المغامرات. تمارة وجري، تمارة وجري، فيما كانت تمارة احنا ليها. الا كانت الطريق ساهلة ما كاين الصعوبة اش نديرو بها؟ خصنا المغامرات، شي حاجة اللي فيها الصعوبة. باقي ما جاي كيخرج. يعني كنت دزنا في الصباح بكري كناش غنلقاو هاد المشكل هذا. هنا يكون الماء باقي ما وصل لهنايا. ماشي وحده مسكينه جات هنا صافي وعيات ما قدرتش تكمل، سمحت في الصنداله وزادت بحالها. كملت بالحفه واقيلا. صعيبه هاد البلاصه يجي لها بنادم ما يكونش عارف يحصل هنايا. عليه هذاك الشاطئ اللي قلنا ما كيعمرش، شاطئ ما كيعمرش حيت بنادم ما كيجبرش من يدوز له، صعوبه باش تقطع له. احنا دابا جايين لهنا بحال والو، عنجبروا الماء دايز من لهيه. والله الا بحال والو خصني انا ما نمشيش هكا، خصني نمشي من هنا حتى نشوف واش كاين الواد تما ولا لا. هنا غيكون الواد تما وصدق مصيد. انا طاق بتماره والله الا غالبا غيكون الواد تما، غنولي غادي حتى القنطرة. والله الا يا الاخوان، والله الا بصح، والله ما كيحسبني كاين الواد. يا شوف شوف الواد فين غادي. يعني خصني نمشي حتى الشانطي عاد نرجع، وانا غادي راجع دابا ما عرفت فين غادي. كنهيت مشكلة، والله الا مشكلة. كاين الواد هنا، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تابعني تمارة اليوم وصافي، والله الا تابعني تمارة. والله ما يسحبني كاين الواد هنا، كيسحبني ما كايناش. حصلت الصياد كيصيد الواد قداش وانا جاي كنجري. لا والو غنمشي حتى الشانطي نطلع من القنطرة وصافي، هذا هو الحل. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كايناش منين ندوز والو. حصلت والله الا حصلت، كيحسبني صافي قطعتني ورا الواد باقي.
حصلت الشبه والله الا حصلت. صافي غنمشي حتى القنطره ونقطع هو الحل اللي عندي، عنديش من غيره. مشيت سمعنا كيبان لي هذا هو تاه الدرس، خيي كيقول لي مشيت تاه الدرس. المهم مغامرة حصلت، مغامرت وحصلت عمر قطع من تما تهنا. وانا هي مهم بغيت نحافظ على التليفون على الباور بانك وداكشي، غنقرب الطريق دابا خاش بدا شحال ديال الطريق. غنمشي حتى فين دايز الطونوبيل حدا ديك البيوت البويض، الطونوبيلات حليلة قاصحة ماشي مشكل. تبارك الله عليكم هذا المكان، احييكم تحت الدرس. السلام عليكم.